هدف مرفوض أثر حفيظة الفريق السلاوي الذي طالما اشتكى من تحكيم هذا الموسم. الدقيقة 12 جاءت لتبشر أبناء الرقراق عن هدف السابق، غير أن الحكم بوشعيب الحرش لم يحتسب الهدف بداعي اللمس. بعدها يوسف القناوي يسدد الكرة لكنه أخطأ الهدف. وفي الدقيقة 35 سفيان بن ديدان يتلقى البطاقة الحمراء بعد تدخله الخشن في حق رفيق عبد الصمد. يوسف القناوي لم يكن موفق، ضيع ضربة الجزاء على الفريق السلوي في الدقيقة 42. محاولة واحدة كانت من قبل القرش المسفيوي أهدرها الزيد حفيد لينتهي الشوط الأول على إيقاع البياض. في الشوط الثاني حاولت العناصر المسفيوية تهديد مرمى الحارس كرم الهجهوج، إلا أن محاولة كل من بيوض والبحراوي لم تكلل بالنجاح. لاعبو الجمعية السلاوية ضيعوا بدورهم فرصة ثمينة من قبل نبيل قعلاص. وفي الدقيقة 73 المهدي خرماج يطرد من صفوف أولمبيك أسفي. تتالت المحاولات من الجانبين لكنها لم تأتي.